وبعيدا من الكارثتين السياسية والصحية، نعتذر من مشاهدينا لنوجه كلاما واضحا مباشرا إلى أحد أسفل من عمل في السياسة في تاريخ لبنان الحديث. نعتذر لأننا سنكلمه باللغة التي يفهمها ويخاطب هو الناس بها. اسمع يا جميل السيد غير الآدمي، ونعني هنا بأنك تنتمي إلى فصيلة غير الآدميين. لقد دأبت على مهاجمة الأم تي في تكرارا، وكنا آلينا على أنفسنا عدم تشريفك بالرد، ولكن أن تتهمنا بأننا محطة الدعارة فهذه طويلة عرائبتك. فالدعارة كانت تصح بنا لو أننا وظفناك أو شغلنا أحد أفراد عائلتك، ولكننا أعلى وأرفع وأنظف وأشرف منك. اسمع أيها العبد القبيح، لم تخفنا يوم أرعبت البلد ضاربا بسيف السوري لا سويسري، ولن تخيفنا وقد تحولت إلى رجع صدى لعقدك النفسية المزمنة. لن ندخل معك في ثروتك وقصورك وشقاقك، والتي لا يمكن أن يجنيها ضابط آدمي بعرق جبينه، بل يجنيها عاهر داهر فرض نفسه شريكا مضاربا على كل من وظف فلسا في هذا البلد. الناس تعرفك وتعرف كيف يجنى المال الحلال، لذا نختصر وننهي بهذه الكلمات المقتضبة: من مثلك يحق له الصمت والخجل. بئس هذا الزمن الذي صار فيه أمثالك حيثهم. ونسأل بعد، لماذا انهارت الدولة وصرنا فيما نحن فيه من موت وعار ودمار؟ إن لم تستحي افعل ما شئت، لكن مش معنا، مش مع الام تي في. لقد شرفناك الليلة، لكنك لن تحظى بفرصة ثانية.